سيل إمام الموعود فقد الحسن وين صبره يا واسيل إمام الموعود فقد الحسن وين صبره واسين واسين قدامك المستاذ بدور عود فقد الحسن يا هاي المجا لسكي الصفر نيحيها ودمعتنا من دمع الحسن نجريها. هذا النص إن شاء الله وأجرك على الإمام الحسن. هاي المجالس كي الصفر نحييها دمعتنا من دمع الحسن نجريها يا المهدي وامك فاطمة نواسيها يا المهدي وامك فاطمة نواسيها يا ابني النبي دمعة ونوح بلطمة ومصيبة وحسرة نواسي الإمام نواسي الإمام الإمام فقد الحسن عيد فد واروح لن واسيل ما اي صوتي العزي يا كيل زماني نرفع ما ننسى يوم ابن يا البضعة صوت العزي يا كيل زمان نرفع ما ننسى يوم ابن يا البضعة اليوم المنية بهالمآتي من اسعى اليوم الميني يا بهالمآتي من اسعى نواسي الحسن ونواسيك ومن الحزن ما نبرى نواسي 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 الإمام صابي الحسن يا المهدي أثار بينا كاسر قلبنا تدري ومأذينا مصاب الحسن يا المهدي أثار بينا كاسر قلبنا تدري ومأذينا كل خادم على فراقه صابت عينه كل خادم على فراقه صابت عينه هذا الإمام المظلوم واجب علينا ذكرا نواسي الإمام نواسي الإمام إيه
حسن واسين واسيل إيمان بين المصايب وحدة شد من وحدة لخادم الحسين أمجد الشطر يا غاتي بين المصايب وحدة شد من وحدة طبرت علي والحسن سما وكبده الله يلعنك كل وقت يا جعده الله يلعنك كل وقت يا جعده قدرتي ما أهلي البيت خيمة الناس الفقرا واسين واسيل هلا بيك عيد عيدان واسيل ما يا يمتت عودنا وتطالي بالثارك وتشهر يا مهدي بيمنتك فقارك يا الغايب وكل احنا ذول انصارك يا الغايب وكل احنا ذول انصارك ناخذ وياك الثارات والحسن كنا النصر واسين واسيل هلا بيك واسين واسيل ما هلا بيك يا قبري البقيع بجيتك نبنيها وعلى القبة راية حدار عليها قبر البقيع بجيتك نبنيها وعلى القبة راية حدار عليها وام البنين وفاطمة وافيها وام البنين وفاطمة وافيها من تنبني الكل معصوم قبة ومنارة وحاضرة واسين واسين الله الله عافية وليدي مأجورين إن شاء الله واسين شفت حسين ونو بقلبه حسرات وذبع مامته وصاح الحسن مات دمع الليلة أنا وياك للإمام هذا المظلوم اللي كل احنا مقصرين وياه هذا الإمام اللي ما نذكره هواي جزاكم الله خير شفت حسين ونو وبقلبه حسرات وذبع مامته وصاح الحسن مات يقول حينما حضرت
إلى الإمام المنية. كان الحسين جالس بجانبه، بدأ الإمام عادي يوصيه: أخي يا حسين، أوصيك بكذا وكذا، إلى أن وصل إلى وصية. شنو هي الوصية؟ أخي يا حسين، أوصيك بأختنا زينب. زينب هذه كأمنا. عاد هنا يصورها الحالة، شي يقول؟ يقول حينما جاءت السيدة زينب مهرولة وشافت الإمام فيه وهو في تلك الحالة، حالة الإمام كانت يرثى لها، كان الإمام يلوج بنفسه مصفر الوجه أمامه الطيش. أجركم الله، يا رحم الله السيد جاسم، يبينها بهالأبيات الصغار ذني، جزاكم الله خير. يقلها: عفا قلبي على ابن اميك يا زينب، من وصلتي له وشفت الطش قدامه ومن السمرقت حيله، من شافك من شافك نده يا حسين يا ابو عبد الله، من شافك من شافك نده يا حسين، يا اخويا الطش تشيله شيله، الطشت من يمي الطشت بيك شبدت ودمي، لا ترتاع بنت امي، هذا الطشت قدامي دشوفه بس دمه وجبود. يا زينب صحت يا الحسن، نارك صدق ما تنطفي نارك، صحت يا الحسن، نارك صدق ما تنطفي نارك، وتعوف اختك يا بعد اختك متحيره بخطارك. يا ينصاب لك ماتم بنص القلوب، ينصى يا ابو دمع عليك طول الوقت، ينصى يا ابن عشك يا الحسن بسهام، ينصى يا انكسر قلب السما بهاي المسية، انكسر قلب السما بهاي المسية. فاجعت سابع صفر، أجركم الله جزيعا، جزاكم الله خير. فاجعت سابع صفر الليلة يرويها القدر، فاجعت سابع صفر الليلة يرويها القدر، بالمصايب والمحن نذكر مصاب الحسن، بالمصايب والمحن نذكر مصاب الحسن. هذا جوابك إن شاء الله، بس أريد أنك تهيئ المجلس وتتهيئ للطم إن شاء الله. أريد منك ثلاثا صلاة على محمد بأعلى أعلى أصواتكم. فاجعت سابع صفار الليلة يرويها القدر، فاجعت سابع صفار الليلة يرويها القدر، بالمصايب والمحن نذكر مصاب الحسن، بالمصايب والمحن نذكر مصاب الحسن، نذكر مصاب الحسن. فاجع السابع صفار ليلة يرويها عليك عليك، فاجع السابع صفار ليلة يرويها بالمصايب
بالمصايب والمحن نذكر مصاب الحسن بالمصايب نذكر مصاب الحسن نذكر مصاب الحسن نذكر مصاب الحسن فاجعة سابع صفا ليلة فاجعة سابع صفار ليلة بالمصايب والمحن صعب الحسن بالمصايب والمحن نذكر مصاب من لسان القدر احنا حاج هوايا نلتمس كل اهل بيت الرسالة تنتهي بقتل النفيس هذا النص ان شاء الله واجرك على الامام الحسن من لسان القدر احنا حاج هوايا نلتمس كل اهل بيت الرسالة تنتهي بقتل النفس نفس اسلوب الخيانة بين حاضر بين امس ثلاث شموس غدار بيها وهالسهم غدرا وشميس وهالسهم غدرا فاطمة وطه وعلي راحوا وسلوا لي فاطمة وطه وعلي راحوا وسلوا لي واحنا بامواج الشجن نذكر مصاب واحنا بامواج الشجن نذكر مصاب الحسن نذكر مصاب الحسن فاجعة هلا بيك جيلا يروي هالقدار صابح صفار الليلة بالمصايب والمحن صعب الحسن بالمصايب نذكر صعب الحسن نذكر هاي مو والمصيبة تبتدي بسيدي الدميع قصة المسموم تبدأ وفاجعة كسر الضليع كل صفار عدنا عزية وبالمجالس نجتمع قلب كل عاشق الليلة على ابو محمد من فجيع على ابو محمد هلا بيك فجيع الليلة مخنوق الهوى من القمر غاب الضوى الليلة مخنوق الهوى من القمر غاب الضوى دم بيت جنة عدن نذكر مصاب هلا بي دم بيت جنة عدن نذكر نذكر مصاب الحسن فاجعة أعلى 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 وهالقضاء الليلة ير هلا بيك بالمصايب والمحن
بالمصايب هلا بيك ايه نذكر صعب الحسن نذكر عيال كان فاتح باب بيته يعيش كل عمره بألم هذا ريحانة الهادي يسري ليش بدم سم نار قلبه شبيهة يسعر مثل نيران الخيم هي هايا خير مسيه ونعشة يرمون بسهم ونعشة يا محمد دفنته بعض واد مربضته يا محمد هلا بي بعض واد مربضته بطيبة علي هندفن نذكر مصاب الحسن طيبة نذكر مصاب الحسن نذكر فاجعة فاجعة سابع صفار ليلي فاجعة سابع بالمصاب والمحن نذكر مصاب الحسن نذكر عين زينب بعد ابوهم شلون حملت فارقيته بلطشت ليلة وداعة جبد أخوها شافته جبد أخوها شافته صيح بس حسين باقي وراح أشوف ذبحته يوم عاشر من محرم يسحقون جنازته يسحقون عن نهار راعي العلم ويلمها محروق الخيام عن نهار راعي العلم ويمها محروق الخيام حين نبكي على بعض نذكر الله يوفقكم حين نبكي على بعض اي والله نذكر مصاب الحسن ونذكر فجعت فاجعة سابع صفان ليلي بالمصايب بالمصايب نذكر مصاب الحسن نذكر الحسن دفنوا جسم صاحي والحسين بكربلاء باقي ثلثي يا معاري جسمه ما حد غسله الخيل تسحق فوق صدره وراسه برماح اعتله وزينب تقل لا يا خويا سوى بينا حاجة
كارملة سوى بينا حائل سوى بينا حائل يا يمت نزورك يا والينا يمت نزورك يا الله الله يمت نزورك يا والينا يمت نزورك يا يمت نزورك نبن المرقد نيران الهم يمك تخمد يمت نزورك نبن المرقد نيران الهم يمك تخمد ويصبرنا يا ابو محمد ويصبرنا اي الله ليدرش قد نادينا يمت نزورك يا الك الك اي يمت نزورك امجد امجد الشطري كل يوم نموت ونتألم والمدمع يتفايض بالدم كل يوم نموت ونتألم والمدمع يتفايض من دم يمتى بصحنك من صوب مأتم يمتى بصحنك يا ومرادي بشفك تنطينا يمت نزورك يا اي والله يمت نزورك من بعيد زورك صرنا يا يوم بقبرك تجمعنا من بعيد زورك صرنا يا يوم بقبرك تجمعنا هالموقف هدنا وألمنا هالموقف هدنا وألمنا من هاي الحالة تأذينا امتى نزورك عليك يلا يا امتى نزورك خادم مني بعيد زورك صرنا يا يوم بقمرك تجمعنا هالموقف هدنا وألمنا من هاي الحالة تأذينا يمت نزورك يمت نزورك كل ما نكبر جرحك يكبر يردون النمل ونتغير كل ما نكبر جرحك يكبر يردون النمل ونتغير لا وحسين وطبرت حدر من هذا الحب ما بلينا يمت نزوره يمت نزوره باكر يرجع كل حق الاهله والظالم ما بينا يذله كل من يعرف دينا واصله احنا لكرر رم ربنا يمت نزوره يمت نزوره يمت نزورك يا والينا الهي الهي يا رب تقبل منا هذا القليل يا الله الهي بعلة الإمام الحسن إلهي بمظلومية الإمام الحسن إلهي بلوعة الحسين وزينب على الحسن اقضي حوائجنا جميعا يا الله إلهي إلهي بمرض زين العابدين يا رب إلهي بحق العليل يا الله شافي وعافي جميع المرضى يا الله نقرأ الدعاء سمعين جزاكم الله خير
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن.